السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بالعيل الحسين الكونديدا الأول والوحيد بالياج، كنمثل حزب موفمون بور ليدوكاسيون، حزب للتربية. مني بدينا في موفمون ديال التربية في الياج لقينا مشاكل كبيرة، كنمشي نعلق وقعوا لنا مشاكل نهار الاثنين. مني كنمشي نعلق التصاور ديالي عند بعض المحلات ديال البيع ديال الخضر واللحوم والمحال التجاريه الكبرى، كنلقاو الاوراق ديالنا لي زافيس ديالنا تقطعوا، ومني كيتقطعوا كيداروا بلاصتهم لي زافيس ديال السوسياليست. انا فهمت راسي، انا درت الصباح فرقت في واحد الشارع، فرقت فيه كاع التصاور ديال الموفمون بول ايديوكاسيون، ورجعت في العشيه لقيت كاع التصاور مقطعين. وكون كانوا مقطعين وما كاين حتى بلاصه بلاصتهم حتى حاجه اخرى نقولوا راه قطعوهم، ولكن كيتحيدوا تصاورنا وكيداروا لي سوسياليست، وكيداروا التصاور ديال فؤاد شماس. هاد فؤاد شماس هو اللي كاين في الياج لمده سنوات كبيره. حنا ماشي ضده، مرحبا به، ولكن حنا بغينا هاد المغاربه اللي كيتقدموا مع بعض الاحزاب السياسيه يتقدموا مرحبا بهم، ولكن يجيبوا القوانين للمسلمين، ما يخلوش الاحزاب السياسيه تستعملهم كوم دي ليافر بحال دوك اللي كيجريو الناس في الكورس ومن بعد يخرجوا. حنا بغينا مغاربه وبغينا مسلمين يدخلوا مع الاحزاب السياسيه، ولكن يجيبوا لنا القوانين ديالنا. كالجاليه اليهوديه، الجاليه اليهوديه عندهم الحق يذبحوا الذبح الحلال بالاسم كاشير، وعندهم القوانين ديالهم يديروا الكيبا، وما عملنا شفنا الصحافه البلجيكيه تهضر عليهم او الصحافه الفرنسيه تهضر عليهم. الوحيدين اللي شناهم مطاكين في اوروبا وهم المسلمين. الله يخليكم المسلمين، الا بغيتوا دخلوا مع احزاب سياسيه عندكم الحق تدخلوا، ولكن تجيبوا القوانين لخوتكم المسلمين كجميع الاجناس. عندنا 40,000 بلجيكي اللي هي قاطنه بالمغرب، هذه 40,000 الحساب اللي كاين، كل ما 40,000 اللي كاين في المغرب عندهم قوانين ديالهم. عندنا كنشوفوا راسنا جميع الحقوق، وجا عندهم جميع اللوازم الدينيه، عندهم كنيسات، عندهم دي سيناغوغ، عندهم كاع جميع. حنا كضربنا الغيره كنشوفوا تبارك الله البلاد ديالنا كترحب بهم. ملي كنكونوا حنا كنشوفوا المسلمين في اوروبا، اقدم جاليه كاينه في بلجيكا وهي الجاليه المغربيه، واكبر جاليه كاين 7,000، كاين 700,000، كاين 700,000 مغربيه كاينين في بلجيكا، 700,000 بلجيكي قاطنه مغربي قاطنين في بلجيكا. 700,000 تبارك الله كبيره، وهاد 700,000 استعملتها الاحزاب السياسيه السوسياليست، استعملوهم لمده 40 سنه، وما شاء الله عندنا سياسيين مغاربه اللي هما في البرلمان، وعندنا ما شاء الله مغاربه اللي هما دي كونساي كومينو، عندنا ما شاء الله مغاربه اللي هما دي جي شوفاه، ولكن هاد المغاربه ما جابوا لنا والو للجاليه ديالنا. عندنا الجاليه الريفيه هي اكبر جاليه ما شاء الله في بلجيكا، ولكن الجاليه الريفيه كتعطي لبلجيكا، كيخدموا كيخلصوا دي تاكس كيخلصوا قوانين، وهاد الناس محرومين من القوانين الدينيه ديالهم، محرومين من بزاف الحوايج ديالهم. الله يخليكم، الا بغيتوا تعطوا الاصوات ديالكم عطوها لواحد الحزب اللي غيجيب لكم القوانين ديالكم. خليوا العيالات يلبسوا كيما بغاو، وخليوا الناس تعيش كيما بغات، وخليوا الدراري في المدارس يعيشوا كيما بغاو. بعدوا لا سيكسياليتي، ما تقروش الدراري لو سيكس في المدرسه وما عندهم 4 سنين 5 سنين. الدري راه فراجيل، الدري راه ضعيف باش تقري لو سيكس، حرام عليكم. واش حنا غادي نقروا لكم ولادكم لو سيكس اللي هما في المغرب بلجيكيين ولا يهوديين، نقروهم لو سيكس؟ ما غاديش تبغيو ولادكم هادشي. اللي ما تبغوش ولادكم هادشي في الدوله المغربيه عندنا، ما تبغوش ان ولادنا تحنا هادشي في بلجيكا. الله يخليكم، احتفظونا على ولادنا كما كنحتفظوكم على ولادكم في المغرب. عندكم محكمه يهوديه في المغرب، عندكم لا ميزون روبو يهوديه في المغرب، كذبحوا الكاشير في المغرب، وحنا محرومين من كاع القوانين ديالنا في بلجيكا. اللحم الحلال ما كناكلوش، ما عندناش باطوار، ما عندناش دي ميزون روبو للمسلمين اللي كيشرفوا وما عندهمش الفاميليات ديالهم كيتلاحوا في لي ميزون روبو كياكلوا الحلوف وكيتستعملوا، ما كيعرفوش راسهم واش مسلمين ولا كاثوليكيين، وما كيعرفوا حتى حاجه مساكن. خليوا الناس تاخذ الحريه ديالها، خليوا العيالات يلبسوا كيما بغاو، وخليوا الدراري يقراوا القرايه ديالهم. مني يكبروا الدراري يكونوا عارفين راسهم شكون هما، يقدوا يتبعوا السكس ولا يتبعوا اليهوديه ولا يتبعوا. بعدوا من ولادنا، خليهم الله يرحم والديكم، راه دراري صغار، راه الدري الصغير تقري له سكس بغيتي الدري يخرج لك، الدري ما تقري له سكس يمشي يقلب على دو سكس.
هاد الدري ملي غتوريه السكس غادي يمشي يقرب على السكس كما كان كتعطيو دابا لي بيدوفيل. دوك لي بيدوفيل المراد اللي عندكم هنا في اوروبا كتعطيوهم كتونكاريجوهم تعطيوهم الكوراج باش يمشيو فيوليو دي زونفون. خليو الدراري ترونكيل وخليو العيات يلبسوا كما بغاو وخليو الناس دير الديانه ديالها تاكل الحلال، واللي بغى ياكل الحرام راه شغلوه هذاك الله يعاونو. حنا ما غاديش نديرو قانون، حنا ما بغيناش نديرو الشريعه في بلجيكا، حنا ضد الشريعه الاسلاميه. انا كنت مع بارتي اسلام، كنت لو بريزيدون دو لا فيديراسيون دو بارتي اسلام دوبوي 8 طون وديميسيونيت، خرجت من بارتي اسلام كنت ضدهم في ديك الشريعه اللي داروا بلجيكا. انا ضد الشريعه، حنا ما بغيناش نديرو لكم الشريعة، وأنا ضد الشريعة. لا بلجيك عندهم سي آتي، واللي بغى آتي يكون آتي، واللي بغى يكون بي دي يكون بي دي، واللي بغى يكون كل واحد عنده الحق يعيش العيش الحرية ديالو. خلينا نعيش الحرية ديالنا. سي كومون أميريك، في الميريكان، في الميريكان كيخليو الدري يعزل الديانة ديالو من يكون بالغ، كيخليو الدرية تعزل الديانة ديالها من يكون بالغ. وانتوما كتوركوا علينا، كتعطونا بحال الدري من كيكون في الكنيسة، يكون في المدرسة الكاثوليك، وتديو للكنيسة وتقولوا ليه ربي ولده هو عيسى، وهاد الدري من يرجع لدارهم باه يدير الجامع والفقيه يقول ليه راه ربي ما عندوش ولد. هاد الدري شكون هما الضحايا؟ الضحايا هما ولادنا، غادي يولوا ديزيسكوزوفرانيان، ان سكيزوفرانيان. لونفو يدير اسكو ديو الا ان انفو، مون بيغ يدير ديو الا با ان انفو، ليكول المدرسة يقولوا لنا ربي عنده ولد، وفي الجامع يقولوا لنا ربي ما عندوش ولد. حنا الدراري غنمرضوهم. خليو الدراري ترونكيل، خليو الدراري ترونكيل بعدهم على الدين وبعدو الدراري على السكس. الله يخليكم، راه كتصنعوا دي مالاد مونتو. لو بروغرام ديالنا هنا في بلجيكا، عندنا ان بروغرام ان شاء الله، وهو توليرونس زيرو بور لا دروغ، لان كنشوفوا الناس طاحوا في لا دروغ بزاف، وكنشوفوا لو سوسيال ايزو ما خدموش مزيان، لان كاين 7000 مغربي كاين في الحبس، وهاد 7000 مغربي اللي كاين في الحبس ما خاصهاش تكون في الحبس، خاصها تكون تعطي لبلجيكا، تكون تخدم لبلجيكا وتعطي شي حاجه مهمه لبلجيكا. حنا ما بغيناش نديروا الناس في الحبس ونبقاو نصرفوا عليهم مصاريف كبيره، بغينا هاد المغاربه اللي كاينين في الحبس، اللي مغربيين كاينين في الحبس، نشوفوا علاش دخلوا للحبس. وهاد المغاربه اللي مشاو لسوريا كحزب موفمون بوليتيكاسيون، هذا هو البرنامج ديالنا. المغاربه اللي مشاو لسوريا علاش مشاو لسوريا؟ المغاربه اللي ولاو شيعه في بروكسل، كاين 70000 مغربي ولات شيعه، علاش هاد المغاربه ولاو شيعه؟ اش كدير القنصليه المغرب؟ اش كدير السفاره المغربيه في بلجيكا؟ خاص السفاره تدرس هاد القضيه وتشوف المغاربه راه حتى كلب ما كيهرب من دار العرس، حتى كلب ما كيهرب من دار العرس. نشوفوا هاد المغاربه اللي ولاو شيعه علاش ولاو شيعه؟ ما نخلوش حنا الايران، ما نخليوش حنا الايران تفينونسي لنا المغاربه ديالنا باش يولوا شيعه، والسعوديه تفينونسي للسنه، ومن بعد بلجيكا غتولي عندنا حرب سنيه شيعيه. وحنا هادشي ما بغيناش. حنا البرنامج ديالنا هو نديرو ان بون سوسيال، ونشوفوا المغاربه اللي بالاوراق اللي بوضعيه غير قانونيه، نعطوهم واحد الورقه قانونيه، ونعطوهم واحد الوراق، ونعطوهم واحد كود بالون بحال اللي كيديروا لي زاميريكا، نعطوهم ان كود بالون نخدموهم ونحضوهم لمده سنه. هاد الناس لا حديناهم مده سنه، هذا البرنامج ديال الموفمون بوديكاسيون. هاد الدراري اللي بلا اوراق والبنات اللي بلا اوراق، الا عطيناهم كود ما لمده سنه نجربوهم، كانوا مزيانين ندخلوهم للتيران ديال اوروبا، كانوا ما مزيانينش نسيفطوهم لبلادهم. ماشي نشدوا الناس بلا اوراق ونطلقوهم، غادي يوليو دي تيرورست، غادي يوليو دي ترافيكون دو دروغ، غادي يطيحوا في ايادي ديال المافيا. والقنصليه ما كتعطيهمش الباسبور، كيقول ليه جيب ادريس. كيفاش واحد ايليغال غيجيب ادريس؟ هو ايليغال. الله يخليكم، القنصليه المغربيه والسفاره المغربيه اعطوا للمغاربه لي باسبور، عاونوهم واعطوا لي زيليغو دي باسبور باش حنا نعرفوهم شكون هما، باش هاد المغاربه حنا نعرفوهم شكون هما. الوقت اللي تعطيهم القنصليه باسبور يسوغو ايدونتيفي بور لي بلج، يسوغو ايدونتيفي مني موتو، مني موتو ما غنحرقوهمش، غنعرفوهم بانهم راه مغاربه. والقنصليه دابا ما تعطيهمش باسبور، كيمشيو ولاو شيعه، ولا ولاو شيعه راه كيبقاوش مغاربه، كيولاو شيعه. وهذا الشيء هو البرنامج ديال الام بي او، موفمون بو ليديكاسيون. لا كومبان كاين لي سوسياليست داروا يديهم، داروا يديهم على لا والوني، داروا يديهم على لا والوني، سون تري فور ان والوني، داروا يديهم على لا والوني. هادو اللي ايزون خونوا الفلوس ديال الدوله في لافير بيبليفين، وداروا دي غيونيو ا 500 لا مينوت، وكاينين في لي ليست انكور. في القانون ممنوع يكونوا في لي ليست، انا ما نقول السميه ديالهم، ولكن كاينين في لي ليست. المضايقات اللي لقينا وهما لي سوسياليست قداموا في لا والوني وداروا يديهم على الليج، حتى البوليس ما عندهمش الحق يجاوبونا، لان من يوقعوا لي مشاكل نهار الاثنين
فرقت الوراق نهار اثنين في غدو مولان، ورجعت في الصباح فرقتهم، في العشيه خلصت الوراق في العشيه، لقيت وراقي مقلعين وفي بلاصتهم لي سوسياليست. قلت ما كاين مشكل نعاود نلصقهم. رجعت لداري في الليل باش الناس ضربوا لي الدار بماطيشه بالبيض، عيطت للبوليس جاوا صوروا قدام الدار ديالي، كاينه كاميرا، الكاميرا نورمالمون في يومين يعطوني الريزلتا، ما عطونيش الريزلتا لان الكاميرا الا ضرب شي بلجيكي ولا مات شي بلجيكي الكاميرا بالزربه كتهضر، ولكن اللي مات شي مغربي الكاميرا ما كتشوف والو، الكاميرا هذه عنصريه كتشوف غير البلجيكيين، الله اعلم لان هادشي شنا، انا كنسكن قدام هاد الكاميرا، هاد الكاميرا كنعرفها وكتعرفني، ولات واكله اختي ولا ولات امي، هاد الكاميرا ولات تعرفني وتشوفني، البوليس هما براسهم عيطوا لي واحد النهار قالوا لي راك لابس فيستا بيضاء، مني البوليس يقول لي لابس فيستا بيضاء، كيفاش البوليس ما شافوش الدراري يضربوا داري؟ اذا البوليس واش حاضرني غير انا؟ انا درت رساله للكوميتي بي، ودرت رساله لوكيل الملك ديال بلجيكا، ودرت رساله باسم الحزب السلام، وهذا الشيء وقع هذه شي عامين، لي دوسي كلاصوهم، ودابا انا طاكيت عاوتاني بار لي سوسياليست، فوالا ها لا دات ها هي، لو 9 اكتوبر 9 اكتوبر 2018 ا 10h13 جاو البوليس داروا ام بي في، وهذا البي في عاوتاني كنطلبوا من السلطات البلجيكيه ما تكلاسيش حتى هو، راه فهمنا بانهم كيطاكونا، راه كيطاكونا، وهاد اللي والو هاد البارتي سوسيال في لاوالوني ما بغاو حتى حد يدخل معاهم، لان كيقسموا الحلوه بعضياتهم الله يعاونهم، حنا بغينا غير نكونوا محترمين ونكونوا تحترموا هاد الحزب ديالنا اللي باغي بزاف ديال الحوايج لجميع الجنسيات البلجيكيين، وباغي بزاف ديال الحوايج للمسلمين والبلجيكيين، ونعيشوا كما بغينا في سلامه واطمئنان لجميع الناس، ولا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.